طيب نحن هلا هدفنا انه نعمل القياسات، نحط القياسات على الرسمه ونطلع القياسات بما يتناسب مع المسطح اللي واقفين عليه. يعني مش معقول يكون انا حاطط القياس، بدي القياس من هون لهون وحاطط لي اياها تحت، بده يحط لي اياها على المسطح، واذا برمت انا لاتجاه ثاني بده يعطيني القياس على هيدا المسطح، واذا قلت له اعطيني الراديوس لهيدا السيركل يعطيني اياه، يعني كتابه قيمه الراديوس يعطيني اياها على هيدا السطح. فإذا أنا بحاجة أول شيء أعمل طبقة سميها القياسات، عملنا طبقة سميناها دم، أعطيناها لون أصفر، الخط بيكون كونتينيوس مش مقطش طبيعة الحال لأنه القياس ما بيجي خطه مقطش. ثاني شيء بدي أقف بهي الطبقة، أنا بفوت على طبقة القياسات بعمل دبل كليك عليها بيصير علامة صح معناها هي أكتف. ثاني شيء بدي غير بالبلونات لما بتطلع القياس، يعني بدي استخدم الريبير، بدي غير الريبير اللي هو اليو سي اس، بدي أعرف يو سي اس جديد. يعني هلا إذا جيت أنا قلت له أعطيني القياس مثلا، أوكي بدي القياس من هون دايمنشن، قلت له دايمنشن لينير، بدي القياس من هون لفوق، أوكي لك كيف طلع؟ مش مفهوم والخط صغير. اول شيء نتجاوز مساله الخط صغير او كبير، بنروح مثل العادي الى دايمنشن ستايل، بنفوت على الموديفاي، بنروح على الفيت، نعملها هون بنضرب القياس مثلا ب 15 او ب 20 مثلا لنشوف ب 20، والبرايمري يونت بما انه ما عندي ارقام بعد الفاصله البريسيشن بقول له ولا رقم بعد الفاصله، بكبس كلوز اوكي. طيب هلا اذا بقول له اعطيني القياس دايمنشن لينير من هون لهون، اوكي حتى هون مش ظابطه، اوكي لانه ليك الاكس ايجريك، اكس ايجريك ما عم بيطلع مزبوط. فاول شيء انا بدي ارجع الريبير مثل ما كان، بدي ارجع الريبير مثل ما كان بختار دائما الكره الارضيه، رجع الريبير مثل ما كان يمكن هلا يزبط معي هون دايمنشن لينير، يمكن يزبط نسبيا معي هون، حتى مش كتير ظابط يعني عم بيقول لي 100 بس وين 100؟ مش مرتبه. فاذا انا بحاجه لاعرف البلونات، يعني اذا انا بدي اطلع هيدي طولها قد ايه من هون والدياميتر قد ايه من هون وهيدا قد ايه هون، بدي اجي اعرف اليو سي اس على هيدا السطح، بيجي بطلب هيدي 3 بوان يو سي اس 3 بوان، بقول له انا بدي الاوريجين هون، عم بيسالني تحت وين الاوريجين، بقول له الاوريجين بدي اياه هون، الاكس محور اكس هيك ومحور ايجريك هيك والواي لفوق. هلا اذا بقول له اعطيني القياس يمكن يجي بشكل مقبول، اعطيني القياس من هون لهون، اوكي طلع بشكل ليك ما احلاه، طلع بشكل كثير حلو كثير مرتب، طلع متناسق مع مين؟ مع القطعه. اذا جيت قلت له يا بالطول هلا الارتفاع ديمونسيون لينير، اعطيني الارتفاع من هون لفوق، اجا متناسق مع القطعه. اذا قلت له لهيدا الارك او الديمي سيركل، قلت له اعطيني الراديوس له دايمنشن راديوس، كبست هون على طرفه، اجا مسح مع البلون. طيب هلا هون نفس المبدا، بدي اشتغل هون نفس المبدا نفس المبدا. فاذا هون بدي اجي اعمل يو سي اس، بدي غير ريبير، بدي اقول له اكس بهالاتجاه والواي او الايجريك بهالاتجاه، ليك كيف صار عند المسطح اكس ايجريك على هيدا السطح. لما بقول له اعطيني القياس من هون لهون اجت 200 مرتبه. لما بيجي بقول له اعطيني هيدي طلعناها، هيدي ما عادش في داعي نطلعها هيها 50. اوكي هيدي طلعناها، هيدي اللي هون دايمنشن لينير. هيدي 100 اوكي عم بيجوا مرتبين. طيب بيجي للسطح اللي فوق، بدي البعد بين المسافه من هون لهون، او خلينا نشتغل على هيدا المسطح. هلا شوي بيعذبنا بس انه على القليل كمرحله اولى عم نتعلم نغير الريبير. قلت له الاوريجين هون، الاكس جاي لهون والواي طالعه لفوق، صار عندي هيدا المسطح اللي عم بشتغل عليه. فبقول له اعطيني القياس دايمنشن لينير، بقول له اعطيني القياس من هون لهون، او اخذها على السطح ارتب، يلا ماشي الحال 80 اوكي. طيب ارتفاعها هيدي قد ايه؟ دايمنشن لينير هيدي ارتفاعها من هون لفوق هيعطيني اياها 75. طيب قد ايه الريون هون؟
دايمنشن راديوس او دياميتر اللي بدك اياه. هون 15، شوف السناب شدتني شوي لهون، بس رغم هيك بعدها صحيحه. طب اذا جيت بدي اشتغل على هاي السطح، على هيدا المسطح، يمكن يصير عندي مشاكل لانه ما غيرت الريبير من هون لهون. ليك كيف صار زيرو زيرو. ليش زيرو؟ لانه هو اعتبر حاله عم يشتغل، لانه هي النقطه على هيدا المسطح، هي النقطه هي ذاتها هي النقطه، فاذا مضطر انه غير الريبير بهالحاله كمان يوسي اس تروا بوان. هيدي اكثر شيء بنحتاجها تروا بوان، فيها تستغني عن الكل كمان الاكس اجريك. بينما هلا اذا قلت له اعطيني القياس من هون لهون ما راح يقول لي اياه زيرو. اوكي هلا حيقول لي اياها مثلا 80. حاول هيدا الاوسناب ما ياخذني على محل معين، ممكن اضطر طفيه حتى احيانا، طفيه لحتى ثبتها وارجع ضوي للاوسناب لانه عم بشد فيه لمحلات معينه. دايمنشن راديوس ديس، ما في داعي اقول له اعطيني الارتفاع من هون لهون لانه طلعته للارتفاع، هي طلعته للارتفاع. طيب ما في داعي مثلا اقول له قد ايه سماكتها 130، ارجع اقول له اعطيني السماكه من هون لهون يقول لي 130، خلص طلعتها، فاذا التكرار مش مقبول. هلا بدي اشتغل على سطحه او بدي طلع هيدي، عندي هيدي هون، هيدي اللي هون، في بيجي بعمل يو سي اس كمان 3 بوان، بقول له الاوريجين هيك اكس هيك. هعيدها لخبط معي، شوفوا هلا هون عم بيكتشف السطح الاكس هيك الاجريج هيك. قلت له اعطيني القياس من هون لهون، هيدي 10 اوكي، اللي هي بعد الجسم الفوقاني عن الحافه. طيب عندي هون هيدي، في يطلع هيدي هلا فرد مره ديمونسيون لينير، في يطلع هيدي من هون لهون، في يجيبها هيك بهالشكل، خليها هيك علقانه بالهواء. اوكي 60 50 نفس الشيء، هيدي اللي تحت دايمنشن لينير، في يجيبها من هون لهون بس بتجي لفوق هيك بهالشكل، اللي هي عم ياخذها مش اوبليك، عم ياخذها كانه خط مستقيم من فوق، بس اذا بتطلعها كاوبليك بدي طلع كمان كاوبليك. هلا حتفرق معي، حتفرق معي كاوبليك، خلينا نشوفها كمان يو سي اس 3 بوان. اذا قلت له هون الاوريجين اكس هيك الواي هيك اوكي اكس واي، اذا قلت له اعطيني القياس كاوبليك ديمونسيون الاين بنسميها هون، قلت له من هون لهون حتطلع 84. اوكي اذا كاوبليك بدها تطلع 84 بس كخط 75. اوكي مين بعد في عندنا السطح فوق؟ نفس المبدا خلصنا، بنكون يو سي اس هون، اخذنا هيدا هيك، اخذنا هيدا هيك، قلنا له اعطينا الراديوس هون. هلا فوق ما في داعي اقول له من هون لهون قد ايه لانه قايل له اياها 80، ما في داعي اقول له اياها من هون لهون قد ايه لانه قايل له اياها 80. اوكي في بس طلع الراديوس تاع او الدياميتر تاع الترو، دايمنشن دياميتر مثلا نقول له لهيدا، ثبتناها بهالشكل. اذا كان عم بشدني لمحل معين بذكركم انه لازم نوقف الاوستاب نرجع نشكله. طيب هلا هيدي خلصناها فعليا، هي خلصت. طيب هلا نحن اليوم شو تعلمنا؟ تعلمنا انه كيف اذا عندنا اثنين سلندر التقوا مع بعض كيف الشكل بيكون، اللي هي مرقت معنا هون كيف بيكون عندنا الشكل بهالشكل. هيدا اذا حطيناها هلا هون لما اثنين سلندر يلتقوا مع بعض بده يتحول يطلع معي هيدا الشكل، هيدا سلندر التقى مع سلندر ثاني، او اذا عندي فتحه او جوره او اي شيء التقى مع سلندر بده يلتقي بده يصير بهالشكل. طيب وتعلمنا كيف نحط القياسات، وهذا شيء مهم كثير، كيف نحط القياسات على القطعه. اوكي طيب هلا انا اذا بدي اتفرج على القطعه بدون قياسات بفوت على الطبقات بطفيهم.